سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة 17. ازيك يا خالتي صوفيا؟ اهلا وسهلا. اهلا بكم. الحمد لله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله يخليكم الله يخليكم. في المرة اللي فاتت يا جماعة قلنا إنه سيدنا عيسى عليه السلام لما قرب لمدينة أريحة كان في شحاد أعمى قاعد على الطريق. أيوة. الشحاد ده لما سمع حركة الناس وهم ماشيين سألوا عن الحافظ ووروه إنه سيدنا عيسى ابن الناصرة مر بالطريق. وقلنا إنه الشحاد الأعمى ده لما عرف الموضوع كورك وقال يا سيدي عيسى يا وارث عرش النبي داود ارحمني. لكن الناس اللي كانوا ماشيين قدام نهروه وقالوا له أسكب. لكن الشحاد ما حماه وكورة الثاني بصوت عالي جدا كذا مرة وقال يا سيدي عيسى يا وارث عرش النبي داود ارحمني ارحمني يا وارث عرش النبي داود ارحمني يا سيدي ارحمني. وسيدنا عيسى لما سمع الشحاد ده بيكورك وقف عن السير وقال يا جماعة جيبوا لي الزول ده هنا. ولما جاء قريب سيدنا عيسى سأله انت عايزني اعمل لك شنو؟ انا عايز عيوني تفتح يا سيدي. انا عايز اشوف يا سيدي. طيب تم باذن الله ايمانك شفاك ونجاك. وفي نفس اللحظة الشحاد الاعمى ده فتح وبقى يشوف وتبع سيدنا عيسى وهو بيسبح الله. وكل الناس لما شافوا الحصل ده اتعجبوا وسبحوا الله برضه. بعد كده سيدنا عيسى دخل مدينة أريحة وفي أثناء مروره فيها كان في راجل غني جدا من كبار متحصلين الضرائب اسمه زكا. وزكا ده حاول يشوف سيدنا عيسى من بين الناس لكن ما قدر لأنه كان قصير جدا ولأنه الزحمة كانت شديدة. عشان كده جرى وطلع له في شجرة كبيرة عشان يشوف سيدنا عيسى لما يمر من هناك. وسيدنا عيسى لما وصل لمكان الشجرة دي عاين لي فوق وقال له يا زكا زكا أنزل بسرعة لأني حزورك اليوم في بيتك. وزكا فعلا نزل من الشجرة بسرعة واستقبل سيدنا عيسى بترحاب وساقوا معاه للبيت. لكن الناس اللي كانوا موجودين ما رضوا أبدا موضوع الزيارة ده عشان كده قالوا عن سيدنا عيسى الراجل ده فعلا العالم؟ أيوة فعلا غريبة غريبة جدا. شوفوه نزل ضيف عن واحد ضال. وفي أثناء وجود سيدنا عيسى في بيت زكا زكا وقف وقال يا سيدنا أنا حاوزع نص ملاك للمساكين وإذا في أي واحد أنا كنت ظلمته مستعد رجع له حقه 4 أضعاف. وسيدنا عيسى قال للحاضرين يا جماعة الليلة النجاة حصلت للراجل ده في بيته وآمن وبكده انضم لأبوه إبراهيم وده الشجة عشان سيد البشر. سيد البشر يا جماعة جاء عشان يشوف الضالين وينجيهم ويدخلهم المملكة الموعودة. والناس اللي كانوا موجودين في بيت زكا كانوا بيفتكروا إنه المملكة الموعودة هتظهر قريب جدا في القدس. مع إنه سيدنا عيسى كان قريب من القدس لكن حب يوريهم إنه توقعهم ده ما صحيح. عشان كده ضرب ليهم المثل ده يا جماعة في واحد من عيان البلد قطع مسافة طويلة وسافر لمركز الإمبراطورية اللي بتضم ممالك كثيرة عشان ياخد تفويض ويسلم السلطة ويبقى ملك على بلده لما يرجع. الراجل ده نادى 10 من وكلاه ودى كل واحد منهم عملة كبيرة من الذهب وقال ليهم كل واحد منكم يتاجر بالعملة العنده دي لغاية ما أرجع.
لكن الراجل ده في مجموعة من أهل البلد كانت بتكرهه جدا، عشان كده رسلوا مندوبين وراه يقولوا للإمبراطور نحن ما عايزين الراجل ده يكون ملك علينا. لكن مع كده هو أخذ السلطة وبقى ملك عليهم. ولما رجع بعد فترة طويلة من غيابه نادى وكلاه كانت داهم العملات عشان يعرف كل واحد منهم ربح كم من التجارة بتاعته. وجا الوكيل الأول وقال يا مولاي عملتك ربحت ليها 10 عملات إضافية. والملك قال له أحسنت يا أمين يا مخلص، وعشان كنت أمين في شي قليل أنا وليتك الحكم على 10 مدن. وبعد جاء الوكيل الثاني وقال للملك يا مولاي عملتك ربحت 5 عملات إضافية. والملك قال له أحسنت يا مخلص أنا وليتك الحكم على 5 مدن. وبعده كمان جاء الوكيل الثالث وقال يا مولاي دي هي عملتك نفسها، أنا لفيتها في منديل وحفظتها ليك لأني خفت منك، أنت راجل طموح جدا ودائما بتزعل الربح. والملك قال له يا أحمق يا كسلان أنا بحكم عليك من لسانك، أنت قلت إني أنا رجل طموح جدا ودائما بزعل الربح، طيب ليه ما خطيت لي مالي في الادخار عشان لما أرجع أستلمه ألقاه ربح كمان. وبعد كده قال لي مستشارينه شيلوا العملة من الراجل ده ودوها للعنده 10 عملات. لكن مستشارينه قالوا ليه يا جلالة الملك ده عنده 10 وكفاية عليه كده. لكن الملك رد عليهم وقال أنا بأكد ليكم إنه اللي بيخدم سيده بإخلاص حيلقى المكان اللي بتلق بيه، لكن اللي ما بيخدم سيده بإخلاص حيخسر كل حاجة. وبالنسبة لأعدائي اللي قالوا ما عايزيني أكون ملك عليهم أنا حكمت عليهم بالموت، جيبوهم لي هنا ونفذوا فيهم الحكم ده قدامي. وبعد سيدنا عيسى ما ضرب المثل ده طلع من بيت زكا وواصل طريقه للقدس. ولما قرب للمنطقة اللي فيها قرية بيت فاجي وقرية بيت عينيا عند جبل الزيتون رسل 2 من حيران وقال لهم يا أحبة أمشوا لقرية بيت فاجي ولما تدخلوها حتلقوا دحش مربوط ما في زول ركبوا قبل كده، أطلقوا الدحش ده وجيبوا لي، ولو في زول سألكم قولوا له سيدنا عايزه. والحيران الاثنين قاموا مشوا للقرية المذكورة وفعلا لقوا الدحش مربوط زي ما قال لهم سيدنا عيسى بالضبط. وفي أثناء ما هم بيطلقوا فيه أصحاب الدحش شافوهم وقالوا لهم هاي 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 انتوا لا بتطلقوا في الدحش ده، سيدنا عايزه وقال لنا جيبوه يا جماعة. وأصحاب الدحش يا جماعة ما اعترضوا وخلوا الحيران ساقوا الدحش وودوه لسيدنا عيسى عليه السلام. وهناك فرشوا جزء من ملابسهم على ظهر الدحش وركبوا سيدنا عيسى عليه. وفي أثناء مروره باقي حيران وفرشوا بعض الملابس في الطريق للتشريفة واحتراما له. ولما سيدنا عيسى قرب من الطريق النازل من جبل الزيتون لمدينة القدس في مجموعة كبيرة من حيرانه بقوا يسبحوا في الله بفرح وبصوت عالي على كل المعجزات اللي شافوها ويقولوا تبارك المسيح الآتي بإسم الله والجلال لله في علاه باعث السلام. ولكن بعض الفريسيين كانوا موجودين وما عجبهم الكلام ده، عشان كده قالوا لسيدنا عيسى يا فضيلة الشيخ أمر حيرانك عشان يسكتوا. يا جماعة أنا بأكد لكم إنه لو سكتوا الحجار دي حتردد نفس كلامه. وسيدنا عيسى لما قرب للقدس وشافه بوضوح بكى على هلا هلا وقال يا ريت أهل القدس لو كانوا عرفوا طريق السلام بالأخص في الوقت، لكن بكل أسف فوت الفرصة والله بعد عنهم السلام
عشان كده حيمر عليهم زمن أعداهم حيضيق عليهم فيهم ويحصرهم ويحيطوا بيهم من كل الجهات عشان ما يهربوا، وبعد كده حيهدموا ليهم مدينة فقر وسينم وما حيخلوا فيها بنيان قايم ولا حجر، لأنه أهل القدس ديل مع كل الدلائل غرروا إنهم يتجاهلوا الوقت الوهب ليهم الله فيه النجاة. وبعد وصول سيدنا عيسى لمدينة القدس دخل ساحة بيت الله، أيوة، وبقى يطرز في الناس اللي كانوا بيتاجروا في الحاجات الخاصة بالعبادة هناك بهدف الربح طبعا، أيوة. وقام قال ليهم: يا ضالين يا منافقين، الله في كتابه بيقول بيتي مكان مخصص للعبادة، لكن انتوا عملتوه مغارة للصوص. وسيدنا عيسى كان بيعلم الناس كل يوم في بيت الله، لكن كبار الأحبار والفقهاء وأعيان الشعب ما كانوا راضين عنه، لدرجة إنهم قرروا يقتلوه، لكن خافوا من الناس عشان كده ما قدروا، لأن الناس كانوا مغرمين جدا بالاستماع له. طيب يا جماعة، شكرا لك، أنا حقيف هنا لأني تعبت شوية. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.